حالة القولون والمستقيم العلاج غير التقليدي. من هذه الحالات الشوك الشرجية، سرطان المعاء الدقيقة، التهاب القولون ورصان التراث القولون، التهاب الراتين وسلس البراز، النواسير ومتلازمات سرطان الجهاز الهضمي، التهاب القولون التحرحي ومرض كرون ومرض التهاب الأمعاء وغيرها كثير. نزيف عبر المستقيم، نزيف المستقيم حالات تؤثر على الجهاز الهضمي السفلي الذي يشمل أعضاء الأمعاء الدقيقة بعد الـ12 والقولون والمستقيم والقناة الشرجية. يمكن أن يتجلى مرض التهاب الأمعاء الذي يتميز بالتهاب مستمر داخل الجهاز الهضمي على شكل نزيف مستقيمي، وخاصة في حالات التهاب القولون التحرحي ومرض كرون. نزيف من فتح الشرج بدون ألم عند المسح ولكن ليس في البراز. يمكن أن يشير النزيف المستقيمي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الطبية مثل البواسير والشوك الشرجية ومرض التهاب الأمعاء وسرطان القولون والمستقيم. قد يلاحظ الأفراد نزيفا مستقيميا على ورق التواليت بعد المسح، أو قد يلاحظون وجود دم في برازهم. يعاني الأفراد الذين يعانون من البواسير بكثير من الأحيان من نزيف مستقيمي غير مصحوب ألم. قد يتجلى هذا النزيف على شكل دم أحمر فاتح يمكن يغطي البراز بعد حركة الأمعاء أو يكتب في المحاض أو يترك بقعا ولا ورق التواليت. متى تقلق بشأن الدم في البراز؟ يكون ذلك بسبب البواسير أو هبوط المستقيم وسلائل المستقيم والقرحة داخل المستقيم، إصابة في باطنة الغشاء المغطي المبطن لنظام القولون والمستقيم، والشوك الشرجية ونزيف نزيف الرتوك وأمراض الالتهاب الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التحرحي أو مرض كرون وسرطان القولون والمستقيم. متى يجب القلق بشأن وجود دم في البراز؟ إذا صاحب ذلك الإصابة فقط دم، الإحساس بالدوار، انزعاج الصدر، مسحوب بريق في التنفس، ألم في البطن أو الحوض المستقيم، نبات حمى، شعور بالغثيان والقيء، صعوبات أثناء البلع، اليرقان، فقدان الوزن غير المبرر، وغيرها وغيرها كثير. كمية من كبيرة من الدم الأحمر فاتح في المنحاض دون ألم، دم أحمر فاتح غير مؤلم في البراز، نزيف من فتحة الشرج بدون ألم، بدون ألم، بدون حركة أمعاء، يشير إلى مصدر النزيف يقرب بالقرب من فتحة الشرج. غالبا ما يرتبط بحالة بواسير أو تمزق بسيط في جلد الشرج. لماذا أتبرز زمن بدون ألم؟ يعرف باسم الشق الشرجي، في حين أن القضايا شائعة نسبيا، هذه القضايا من المهم عدم السماح لمشاعر الإحراج من بامتناعك عن استشارة الطبيب، ولكن يمكن أن يستخدم العسل النحل موضعيا فهذا علاج شافي. النزيف من فتحة الشرج مع ألم يتم تعريف بأنه تمزق أو جرح في بطانة القناة الشرجية، إجهاد مفرط أو مرور براز صلب أو نوبات متكررة من الإسهال. يمكن أن يهدي في هذه الحالة إلى حدوث نزيف مستقيم مفاجئ مصحوبا عادة بعد امراحة في منطقة الشرج. البواسير هي مصدر شائع للدم الأحمر الفاتح في البراز. علاج الشق الشرجي، ضع الفازلين على منطقة الشرج، المراهم تخفيف الألم، الخراط في حمامات المقادة المنتظمة، تقوم من النقع حوض ضحل من الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة تقريبا، بديل الأطفال بدلا الورق التواليت للتنظيف اللطيف. والأهم من ذلك بالنسبة للشق الشرجي كنا ونقول هو استخدام العسل النحل الموضعي. التهاب القولون التحرحي، طبعا إضافة للصيام، التهاب القولون التحرحي، التهاب معوي طويل الأمد،
يتميز باستجابات مناعية غير نمطية تؤدي إلى التهاب وتقرح البطون الداخلي للماء الغليظة. يمكن أن تظهر هذه الحالة في أي مراحل من مراحلها، ومع ذلك يتم تشخيصه بشكل شائع لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما. يتضمن المرض التهابا مزمنا، والذي يمكن أن يؤدي إلى إزعاج كبير ومضاعفات إذا لم يتم إدارته بشكل مناسب. مرض كورون. يتميز مرض كورون بشكل من أشكال مرض التهاب الأمعاء IBD، الذي يؤدي إلى التهاب وتهيج الجهاز التنفسي. قد يواجه الأفراد التي تشخيصهم بمرض كورون أعراض مختلفة، بما في ذلك عدم الراحة في البطن والإسهال وفقدان الوزن غير مقصود ونزيف مستقيم. سرطان القولون المستقيم. ينشأ سرطان القولون خاصة والمستقيم، وخاصة سرطان القولون، من الزوائد اللحمية، هو نمو غير طبيعي يوجد في البطانة الداخلية للقولون. يستخدم المتخصصون الطبيون طرق فحص مختلفة وخيارات علاج لتحديد الزوائد اللحمية السرطانية والقضاء عليها بشكل فعال. إذا ترك بدون علاج فإنه يحتمل أن ينتشر إلى مختلف مناطق أخرى من الجسم. ثلث البراز. يؤثر على 10% من السكان مع انتشار أعلى له حزة بين النساء والأفراد الأحرار وحمارهم بين 65 فما فوق. تشمل المظاهر النموذجية لثلث البول التسرب اللا إرادي للبراز أو الغازات والحاجة القوية للتبرز وانخفاض الوعي بالحاجة إلى التبرز وإخراج الغازات. العلاجات: تدريب العضلات، التغذية الراجعة الحيوية، سدادات الشرج، تحفيز الأعصاب، والتدخلات الجراحية، والأهم من ذلك هو الصيام والعسل النحل الموضعي. الصيام وتأثير العسل على حالات القولون المستقيم. تأثير العسل صيام العسل مشاكل الصحة القولون والمستقيم. تأثير الممارسات الغذائية خاصة الصيام واستهلاك العسل على الحالات التي تؤثر على القولون. دراسة حول تأثير الصيام واستخدام العسل والقولون على القولون، اضطرابات قولون ومستقيم. الصيام يمنع تقدم القولون سرطان القولون المستقيم، الذي يتميز بزيادة موت الخلايا المربك وانخفاض التحلل السكري الهوائي. يعمل الصيام على ابطاء تطور سرطان القولون المستقيم، الذي يتميز بمستويات مرتفعة من موت الخلايا المربك وانخفاض التحلل السكري الهوائي. يعمل الصيام على الحد من تقدم السرطان القولون المستقيم، الذي يتميز بموت الخلايا المربك وانخفاض تحلل السكري الهوائي. احنا هنا لم نذكر الفوائد الكاملة للصيام والعلاج والعسل النحل للعلاج، ولكن نذكره كمرجع من مراجع العلاج وكأداة علاجية مهمة، لأنه في معظم الأحيان لا يتم التطرق لها ولا يتم ذكرها ولا يتم استخدامها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.